أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من لندن. أثبت العمل الدعوي الإسلامي نجاحه في السنوات الماضية في بريطانيا وفي العالم العربي، وأسس الكثير من الدعاة الإسلاميين مؤسسات وجمعيات خيرية تعمل من خلال برامجها على التنمية بالإيمان. ومن خلال هذه المؤسسات تحولت رؤية الداعي الإسلامي من رؤية رجل واحد إلى مؤسسة تصنع من خلال برامجها التنموية وسيلة للتغيير ومنهجية لتطوير الشباب. ومن خلال هذه المؤسسات عمل الدعاة على تأكيد مبدأ أن تكون إيجابي في رؤيتك للدين. فالناس دائما تعتقد أن مهمة الداعية هي الدعوة للإسلام فقط، ولكن تطور هدف الدعاة من الدعوة للإسلام ليس فقط كدين بل كطريقة حياة وأسلوب تعايش. من هم الدعاة الإسلاميون؟ هل نجح الدعاة في الخروج من إطار الداعية الذي يتحدث للناس فقط ويرشدهم إلى داعية يتبنى فلسفة إصلاح عملية تتجاوز الكلام النظري وترسخ المبادئ الأخلاقية التي يمكن تطبيقها كأسلوب حياة عصري؟ وهل هاجسهم الشهرة وجمع المال أم نشر الدين الصحيح والأفكار الإصلاحية؟ وهل هذه الأفكار مرتبطة بهم كشخوص أم كرموز؟ الدعاة الإسلاميون من هم؟ لسبر خلفيات هذه القضية وتحليل أبعادها نستضيف في استوديوهاتنا في لندن أحد المفكرين والدعاة الإسلاميين المعاصرين الذين ساهموا في إلهام الشباب العربي وتدريبه على شرح الإسلام لغير المسلمين، وهو أيضا مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام التي لها فروع في لندن والقاهرة. ضيفي هو الداعية المهندس السيد فضل سليمان الذي قدم الإسلام في الولايات المتحدة وعدد من دول العالم لأكثر من 65 ألف شخص في الكنائس والمؤسسات الحكومية، وألف العديد من الكتب في هذا المجال. أهلا وسهلا بك سيد فضل. أهلا بحضرتك وشكرا لك على قدومك على برنامجنا. أشكركم على هذه الدعوة الكريمة. خلال وجودك في لندن، وأبدأ، من هو الداعية؟ هل هو رجل دين؟ هل هو مفتي؟ هل هو عالم؟ من هو الداعية؟ شوف حضرتك، ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة يوسف الآية 108: قل هذه سبيلي. قل أي قل في القرآن؟ قل يا محمد. قل يا محمد، فمحمد عليه الصلاة والسلام يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه الدعوة إلى الله هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة، لابد يكون ببصيرة هو ومن يتبعه. فكل من يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فهو داعية. هذه مسألة مهمة جدا، ليس بالضرورة يكون عالم من علماء الدين، ولكن على الأقل يجب على كل مسلم إذا سئل عن الإسلام أن يجيب. إحنا إذا وقفنا أخ مسيحي في الشارع وسألناه عن المسيحية سيقول المسيح مات من أجلي، يعرف كيف يتكلم. لكن وقفي واحد مسلم في الشارع واسأليه ما هو الإسلام، قد يهرش في راسه كده 10 دقائق وبعدين يقول لك والله إحنا ما بناكلش خنزير، إحنا ما بنشربش خمرة. هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا رقم واحد ورقم اثنين اللي يقال عن الإسلام؟ أم رقم 1,000,001 و2,000,002 اللي يقال عن الإسلام؟ أختي الفاضلة، الإسلام هو الدين الوحيد في العالم الذي لم يسمى على اسم إنسان ولا على اسم قبيلة ولا على اسم منطقة جغرافية. الهندوسية على اسم منطقة جغرافية الهند، اليهودية على اسم قبيلة يهوذا، المسيحية على اسم السيد المسيح عليه السلام، البوذية على اسم بوذا، لكن الإسلام على اسم من؟ العالم كله يعرف كم نحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن لما يقال لنا في الغرب محميدنز نعتبرها إهانة. طب لماذا؟ ما احنا بنحبه، لماذا نعتبرها إهانة؟ إننا لسنا محمديين، نحن مسلمون مثله ومثل عيسى وموسى وإبراهيم وهكذا. فإذا نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى واحد والنوع الإنساني واحد. طالما أن هناك إله واحد ونوع إنساني واحد، إن الرجال ليسوا أفضل من النساء، والبيض ليسوا أفضل من السود، والعرب ليسوا أفضل من الهنود. إذن طالما أن هناك إله واحد ونوع إنساني واحد، إذن هناك مرسل واحد ومستقبل واحد، إذن هناك دين واحد،
هناك دين واحد، ولكن تختلف يعني رغم أنه الدين واحد ولكن تختلف يعني طريقة تناول الدعاة الإسلاميون للدين. يعني البعض مثلا له طريقة مختلفة عن الآخر، أنت كداعية إسلامي لك أكيد طريقة، فما فمن أين يحصل الداعية الإسلامي على مصادره؟ شوف حضرتك، هو إحنا العقول تختلف، وهذا يعني هو الدين واحد نعم، ولكن اختلاف العقول يعني هناك اختلاف في الرؤى واختلاف في الأساليب، والاختلاف لا يجب أن يقلقنا، لأن الاختلاف هو سنة الله في الخلق. يعني في إيد واحدة لا يوجد صبعين اثنين زي بعض مختلفين، ونتيجة هذا الاختلاف هذا ما يعطي اليد قوة. هناك إصبع معين صغير ولكنه قوي، وهناك آخر طويل ولكنه أضعف شوية، وهكذا. فإذن هذه مسألة طبيعية، لكن هناك بقى مدارس مختلفة. وأنا أعتقد أن الإسلام كالبستان، فيه أزهار مختلفة الروائح ومختلفة الألوان، المهم أنها تتعامل مع بعض كأزهار، فالأزهار ما تتخنقش مع بعض. ولكن يعني أحياناً صور الداعية في بعض المدارس أو من خلال بعض يعني المنظور إلى الإسلام تؤثر على صورة الداعية ومصداقية الدعاة. يعني ما هو المعيار الذي يمكن أن يقول أنه هذا الداعية فعلا هو هدفه العمل الدعوي وليس بزنس وليس جمع المال وليس الشهرة؟ الناس تستطيع أنها تعرف وتغربل مع الوقت. الداعية وظيفته أن هو يدعو الناس إلى الله، مسلمين وغير مسلمين، فيقرب الناس من الله. يعني أنا مثلا لما نشوف مثلا حد لا يمارس مثلا التعاليم الإسلامية بطريقة صحيحة مثلا، هل واجبي كداعية إني أروح وأقول له والله يا أخي الفاضل أو يا أختي الفاضلة دي الأشياء اللي يجب أن أنت تعملها؟ طب هو ممكن يكون عارف، هو غالبا عارف، المسلم غالبا عارف. هناك بقى هنا مدارس، في مدرسة تروح وتواجه وتقول عليك أن تفعل كذا وأن تفعلي كذا، ومدرسة وتنفر أخرى وتنفر ممكن أحيانا، وهذا هذا من الوارد أن ينفر. وهناك مدرسة أخرى تقرب الإنسان من الله. فأنا شخصيا لما أشوف حد لا يمارس الإسلام يعني أو التعليم الإسلامية كلها، أنا ممكن أدعوه أنه هو يجلس معنا جلسة لتلاوة القرآن كل أسبوع مثلا. فمع الوقت ومع تلاوة القرآن يزكو الإيمان في قلب الإنسان، ويبدأ الإنسان يقترب من الله ويحب الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان أحب إنسانا فعل ما يرضيه وابتعد عن ما يغضبه، نفس الكلام، إذا الإنسان أحب الله سبحانه وتعالى سيفعل ما يرضيه وسيبتعد عما يرضيه. يعني أعود إلى فكرة أنه ما هو المعيار الذي يمكن أن يفصل أنه هذا الداعي الذي نسمع له يعني هو فكره معتمد على المبادئ الإسلامية الصحيحة وليس على وجهات نظر خاصة؟ ما مش هنقدر نقول إيه هو المعيار، ولا أنا حتى لو حطيت معايير هي معاييري أنا الشخصية. وصدقيني كل إنسان يرى نفسه وسطيا، يعني الوسطية هي المطلوبة في هذا الدين. وسهل أن الإنسان يكون متطرف يمين أو متطرف شمال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذه الآية في سورة البقرة. وعشان تعرفي الآية رقم كام بالضبط، هاتي سورة البقرة عدد آياتها 286 وقسميهم على 2 تطلع الآية رقم 143 بالضبط، في وسط سورة البقرة بالضبط. فالتحدي الذي يواجه كل مسلم هو أن يكون وسطيا ولا ينجرف يمينا أو شمالا، وهذا هو المعيار الذي نستطيع على أساسه أن نقيم الداعية، الداعية الوسطي أو الداعية المتشدد أو المتطرف. ولكن من يقول عن الداعية أنه متشدد أو متطرف؟ يعني هنا مشكلة تصبح، يعني كل الناس شايف نفسهم وسطيين، لكن المهم أنا أعرض نفسي على القرآن والسنة لأعرف إن كنت أنا متشدد أم لا. أنا شخصيا أرى مثلا السلفية ليست في اتباع مثلا أحكام السلف، بل في اتباع منهج السلف، كيف شرعوا لأنفسهم أحكاما تناسب أوقاتهم. خلي بالك، فهو هنا بقى بتيجي اختلافات الرؤى، وهذا أمر وارد. طيب اختلافات الرؤى، يعني ظهر كثير من الدعاة الوسطيين، وكما قلنا أنه من الصعب فعلا أنه نجد داعي وسطي أو أن تكون أصلا أنت كمسلم وسطي. فهل يعني تعامل بعض الدعاة اللي خرجوا وعرفوا في الشرق الأوسط مثل حضرتك أو مثل عمر خالد أو مثل كثير من الدعاة الذين أصلا هم
اختلطوا مع الفكر الغربي. نعم. هل وانت عشت في امريكا 10 سنوات تقريبا، نعم، يعني هل الحياة في الغرب والالتحام والاندماج مع المجتمع الغربي وانفتاح الدعاة الإسلاميون إلى الفكر الأوروبي، هل أدى إلى نوع من التغييرات بهذا الفكر وتطور بهذا الفكر وحتى وصل لهذه الوسطية مثلا؟ شوف، أنا أقول لك على حاجة، يعني أنا شخصيا أتكلم عن نفسي وعن تجربتي الشخصية، أنا استفدت من إقامتي في أمريكا استفادة كبيرة، ولكن لما أنظر إلى يعني الناس اللي أنا احتكيت بيهم وكان سبب هذا الاحتكاك، يعني نتيجة هذا الاحتكاك تغيرات عندي، كانوا أيضا مسلمين على فكرة معظمهم، يعني فمثلا احتكاكي بالدكتور جمال بدوي، احتكاكي بالشيخ شاكر السيد، احتكاكي بمشايخ وعلماء كبار ودعاء زي يوسف استس زي آخرين، طبعا هذا أثر فيه تأثير كبير. الأمر الثاني الاحتكاك بالثقافة المختلفة، الثقافة الغربية بما فيها من إشكاليات، سواء بما فيها من أشياء أفضل من ثقافتنا أو أشياء أسوأ من ثقافتنا. الاحتكاك والسفر عموما والاحتكاك بالثقافات المختلفة يفتح آفاق الإنسان، ده ما فيش شك، يعني أمر يعني ما فيش شك فيه.